شهدائنا الأبرار، والسلام عليكم. شكرا لك سيدي المفتش الجهوي شرطتي. فوقف الأمن الوطني جنبا إلى جنب يؤازر مخلص هذا الوطن. وفقني الله وإياكم لخدمة هذا الوطن العزيز. أما في حظيرة مركباتها يمكن أن يجول بك الزمن عبر محطات تاريخية من خلال تشكيلات مركبات كلاسيكية. أخذ صورة على شرف الاحتفالية. التكنولوجيا الحديثة في مجال معالجة القضايا والتصدي لمختلف المخططات الإجرامية وإحباطها قبل تنفيذها باعتماد على وسائل عصرية وتكنولوجية حديثة، الأمر الذي جعل شرطتنا تحتل مراتب ريادية في العديد من المجالات، فأصبحت بذلك مثالا يحتذى به من قبل العديد من الأجهزة الأمنية على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى الدولي. أهيب بجميع منتسبي الأمن الوطني بمضاعفة الجهود والحرص كل الحرص على توفير أجواء الأمن والطمأنينة، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها عالمنا اليوم وما تطلبه من تدابير أمنية عالية الدقة والاحترافية.